نقيب المحامين يشهد جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد. نقيب المحامين يشهد افتتاح الدورة السادسة من معهد محاماة جنوب الشرقية ويؤكد: نتعرض لمقاومة شديدة لإفشالنا. افتتاح المعرض السنوي للكتب والموسوعات القانونية بنقابة المحامين بخصومات تصل ل60%. إدارة المعاشات تناشد 103 عضواً باستيفاء أوراق الإحالة للمعاش. انطلاق الامتحانات النهائية للدورة السادسة لمعهد محاماة القاهرة الكبرى. محكمة حلوان الابتدائية تخطر نقيب المحامين بنقل مقر انعقاد الجنح المستأنفة بعدد من الجزئيات إلى مقر جديد. لجنة الشباب بنقابة المنيا تعقد محاضرتين عن الطب الشرعي والذكاء الاصطناعي. المركز الإعلامي يوفر خدمة النشر الإخبارية على الواتساب لمتابعة كل أخبار تجديد الاشتراك لعام 2024.